السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نهار فلسطين قد انتصف، وهذا برنامج مراسلون في الميدان. نطل عليكم من خلال شاشة تلفزيون فلسطين بصحبة شبكة مراسلين، نطلع وإياكم على آخر المستجدات الميدانية وأبرز ما جرى خلال 24 ساعة الماضية في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، وكذلك الاطلاع على فعاليات المحافظات خلال 24 ساعة القادمة. وفي بداية هذه الإطلالة دعوني أرحب بمن انضم معنا عبر الهواء مباشرة، شبكة مراسلين من الخليل عرين العمل ومن بيت لحم علاء الدين العبد، ومن غزة من المحافظات الجنوبية فؤاد جرادة، ومن نابلس خليل أبو عرب. والبداية معك عرين، نتحدث وإياك عن هدم غرف سكنية في مسافر يطا هذه الليلة، بالإضافة إلى مجمل التطورات الميدانية في محافظة الخليل خلال 24 ساعة الماضية. تفضل يعني. نعم، مرحبا بكم ومرحبا بالسادة المشاهدين والمشاهدات. الاحتلال الإسرائيلي اليوم صعد من انتهاكاته على كافة الأصعدة في كافة أرجاء محافظة الخليل، أبدأ بهدم غرف سكنية في مسافر يطا في منطقة تدعى مغاير العبيد. هذه المنطقة من المسافر محاطة بمجموعة من المستوطنات، ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول الطواقم الصحفية للصور أو لأخذ الصور وتوثيق الحدث بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة. نتحدث عن هجوم مجموعة من المستوطنين على مزارعين من عائلة الجبارين ومنعهم من العمل في أراضيهم، وكذلك سكب بذور كانوا ينوون زراعتها هذا اليوم، وأخلوا هذه الأرض من أصحابها بحجة أن هذه الأراضي ممنوع على أصحابها العمل فيها. نتحدث أيضا قبل قليل وردنا خبر عاجل بأن هناك مستوطن أقدم على دهس مواطن من مدينة الخليل لم تعرف هويته بعد، تم نقله إلى مستشفى الهلال الأحمر كما أفادت طواقم الهلال الأحمر، ويتلقى العلاج الآن في مشفى الهلال الأحمر، ولم تفصح طواقم الهلال الأحمر عن وضعه الصحي بعد، ولم تعرف هويته كما ذكرت في السابق. نتحدث أيضا عن حملة اعتقالات واسعة نفذت في أرجاء من محافظة الخليل بعد مداهمات نفذتها في بلدة بيت أمر، حيث أقدمت قوات الاحتلال على رمي الغاز المسيل للدموع وكذلك قنابل الصوت في منطقة خلة البطن ومنطقة عصيدة في بلدة بيت أمر، واعتقال مواطن أيضا. نتحدث عن مداهمة أخرى لصريف واعتقال مواطن من عائلة البرادعية، وكذلك نفذت قوات الاحتلال مداهمة لبلدة يطا الظهرية واعتقال شقيقين من عائلة الطل. نتحدث أيضا عن 4 اعتقالات أخرى من مدينة الخليل من أنحاء متفرقة، وذلك بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها. أيضا التصعيد يزداد في البلدة القديمة من الخليل بعد الكشف عن مخطط إسرائيلي لبناء مؤرة استيطانية وتوسيع مستوطنات داخل البلدة القديمة. على إثر ذلك اليوم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالشراكة مع بلدية الخليل وكذلك محافظة الخليل عقدوا مؤتمرا صحفيا عاجلا تحدثوا فيه عن خطوات سوف تتخذ في الخليل من قبل المؤسسات لوقف هذه الهجمة الشرسة. تضمن المؤتمر على أن هناك خطوات ستبدأ بالحراك الشعبي لوقف هذه التوسعات للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك التوجه للمؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الدولية بشكل عام والسفراء العرب للحديث ومحاولة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ما أفصح عنه قبل أيام بمخطط استيطاني جديد في المنطقة. هذه مجمل الأحداث من الخليل اليوم. جزيل الشكر لك يا زميلة عرين العمل، كنت معنا من محافظة الخليل. ونتحول إلى بيت لحم مع الزميل علاء الدين العبد. علاء، أهل مرحبا بك في مراسلون في الميدان. نتحدث عن أجواء من البهجة والسرور مع اقتراب أعياد الميلاد المجيدة، تتزين بيت لحم في شجرة الميلاد وكذلك تكتظ بالزوار
صورة وضع الأجواء لديك الآن في بيت لحم، ونتحدث عن برنامج فعاليات إحياء أعياد الميلاد المجيدة. بداية مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين. قبل أن نبدأ في إطلالة على احتفالات أعياد الميلاد المجيد، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نذكر هذا الخبر، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مغسلة تعود ملكيتها للمواطن حسام خليفة، تقع ما بين بيت جالة وبلدة الولجة إلى الغرب من بيت لحم. طبعا حجج الهدم واهية وإجراءات احتلالية اعتدنا عليها هنا في محافظة بيت لحم، وتحديدا استهداف الريف الغربي والشرقي والجنوبي لمحافظة بيت لحم. نحن وإياكم نتواجد الآن في داخل كنيسة المعهد، هذه البقعة الأطهر، المئات بل الآلاف من الحجيج المسيحي يؤمون كنيسة المعهد في هذه الأيام، وبالتأكيد هذا نجاح لدولة فلسطين في رفع عدد الحجيج المسيحيين الذين يؤمون كنيسة المعهد. يذكر بأن في سابقة هي الأولى من نوعها على مدار سنوات طويلة، نجحت دولة فلسطين في إقناع الكنيسة بتمديد ساعات دوامها من أجل استقبال التوافد الكبير للسياحة الوافدة إلى فلسطين. نحن وإياكم كما ترون نتواجد في كنيسة المعهد، حيث يسجل أيضا نجاح لدولة فلسطين في إعادة ترميم كنيسة المعهد. تم ترميم كنيسة المعهد بنسبة تتجاوز 85%، أكثر من 50% كان دعم مباشر من دولة فلسطين والقطاع الخاص لإعادة ترميم هذه الكنيسة. التكلفة الإجمالية لإعادة ترميمها كانت بلغت 15 مليون دولار تقريبا. هنا تم إعادة ترميمها، تم اكتشاف لوحات فنية، ويعني الكنيسة اليوم أزيلت من هذا الأهم في الموضوع، أن الكنيسة أزيلت من قائمة الخطر، حيث اليونسكو كان قد أعلن أن كنيسة المعهد والبلدة القديمة في بيت لحم تقع في منطقة الخطر نتيجة لطريقة بنيتها وعدم ترميمها لفترة طويلة. اليوم يعني بشكل رسمي يعلن أزيلت هذه الكنيسة، كنيسة المعهد، وهي البقعة الأطهر التي بشرت العالم أجمع بميلاد السيد المسيح وبرسالة المسيحية على مستوى العالم. الآن أعاد ترميمها وهي يعني قادرة على مواجهة كل الظروف الجغرافية والبيئية، ولا سمح الله في حال حدوث زلازل. طبعا بيت لحم تحتفي بأعياد الميلاد المجيد، من المتوقع والمرتقب يوم السبت ستكون إضاءة شجرة الميلاد في بلدة بيت صحور إلى الشرق من بيت لحم، واستعدادات جارية على قدم وساق من أجل إنجاح هذه الاحتفالات ورسم البهجة والسرور والفرح على وجوه المحتفين بهذه المناسبة الدينية والوطنية العظيمة. نعم، جزيل الشكر لك الزميل علاء الدين العابد، كنت معنا من بيت لحم، وشكرا جزيلا. ننتقل وإياكم إلى المحافظات الجنوبية والزميل فؤاد جرادة. مرحبا بك فؤاد في مراسلونا في الميدان، نتحدث وإياك عن استئناف مسيرات العودة على طول السياج الحدودي في قطاع غزة بعد انقطاع لثلاثة أسابيع. سبب هذا الانقطاع الذي كان مستمرا لثلاثة أسابيع ولثلاثة أيام جمعة على التوالي، وكذلك عودة المسيرات اليوم، بالإضافة إلى مجمل التطورات الميدانية والفعاليات في محافظات الجنوبية، تفضل فؤاد. نعم، طيب الله أوقاتكم. في الواقع الهيئة العليا لمتابعة لجنة مسيرات العودة أعلنت عن استئناف مسيرات العودة ليوم جمعة الغد، وذلك بعد أن تم إرجائها لثلاث أسابيع على التوالي وثلاث جمع على التوالي، وذلك لدواعي أمنية وبعد جولة التصعيد الساخنة التي شهدها المحافظات الجنوبية في قطاع غزة، وكان يعني بذلك السبب تم تأجيل هذه المسيرات. ولكن في الواقع يعني كان هناك بعض الأسئلة وبعض علامات الاستفهام التي دارت في أذهان المواطنين حول لماذا تم
إيقاف هذه المسيرة أو تأجيل هذه المسيرة، على الرغم من أنه في يعني أوقات سابقة كانت هناك جولات تصعيد ربما تكون بنفس الضراوة وبنفس القوة، ولماذا تم تأجيلها في هذا الوقت؟ هل هذا التأجيل والاستئناف هو خيار تكتيكي أم خيار استراتيجي؟ بالإضافة إلى ذلك، هل هناك أي ضمانات من أجل أن يتم يعني ضمانات من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي لعدم التعرض للمواطنين في تلك المسيرات لبعض المدنيين المتواجدين في تلك الأماكن، علما أن هذه المسيرة هي مسيرة مدنية بكل ما تحمل الكلمة بالمعنى، وتخلو من يعني عوامل العسكرة وأيضا كل الأدوات التي من الإمكان أن يتم تصنيفها على أنها أدوات عسكرية أو قد تؤدي يعني إلى جرح بعض الجنود على أي حال. إذا نحن نتحدث عن ربما يكون يوم غد هو يوم حافل، قد يكون هناك تغول من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين، لا نعلم إذا ما كانت سوف تنزلق الأمور أو لا، ولكن على أي حال بالفعل أعلن عن استئناف هذه المسيرات، وسوف تكون مسيرة يوم غد تحت عنوان المسيرة مستمرة. هذا فيما يتعلق بالوضع الميداني، وبعيدا عن الوضع الميداني نتحدث في موضوع آخر وهو بدء موسم تصدير الفراولة أو ما يصطلح على تسميته بين المزارعين بالذهب الأحمر، حيث يعني تقدر إجمالي الناتج من محصول الفراولة لهذا العام حوالي 5100 طن، سوف يتم تصدير 65% من مجمل هذا الناتج إلى الخارج، 160 دنما تم زراعتهم بهذا المحصول محصول الفراولة. في الواقع يعني ربما يكون هو من المحصول أو بعض المحاصيل الكبيرة في قطاع غزة، والتي يعتمد بشكل أساس على التصدير، والتي تدر دخلا كبيرا على المزارعين بالرغم من بعض احتياجات المزارعين التي يعني تكون ربما غير متوفرة، وذلك نتيجة عدم إدخالها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة الاستخدام المزدوج بين قوسين، ويعني يمنع إدخالها عبر المعابر الواصلة ما بين قطاع غزة ودولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا كل شيء حتى اللحظة في قطاع غزة. نعود إليك مجددا. جزيل الشكر لك زميل فؤاد جرادة من قطاع غزة، كنت معنا عبر الهواء مباشرة. نتحول إلى نابلس والزميل خليل أبو عرب، مرحبا بك خليل. نشاهد من خلفك وقفة احتجاجية تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى حصاد 24 ساعة الماضية في محافظة نابلس. تفضل خليل. تحية لك وللسادة المشاهدين. نعم، وقفة تضامنية هذا اليوم هنا وسط ميدان الشهداء في مدينة نابلس، دعت إليها اللجنة الوطنية العليا لدعم صمود الأسرى، وذلك بهدف التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، لا سيما وأن اثنين منهم يعانيان كثيرا جراء ممارسات إدارات المعتقلات في السجون الاحتلالية. هذا الأمر رافقه هذه الوقفة التي عبر فيها المشاركون عن رفضهم لإجراءات قوات الاحتلال وإدارات المعتقلات، طالبين المجتمع الفلسطيني بالوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات التي تعترض مصير الأسرى الذين يتعرضون لأبشع الممارسات الاحتلالية، نتيجة لقيام قوات الاحتلال وإدارات المعتقلات بمحاولة تقييد الأسرى ومحاولة الحد من حركتهم، لا سيما وأن متطلبات الأسرى هي العيش بحرية وكرامة. متابعة لهذا الموضوع معنا هنا رائد عامر مدير نادي الأسير في محافظة نابلس. سيد رائد، كيف تنظر إلى خطورة الوضع الصحي الآن لهؤلاء الأسرى المضربين عن الطعام؟ نعم، يعني الوضع الصحي للأسير مصعب الهندي وأحمد زهران دخل مرحلة الخطر الشديد نتيجة توقفهم عن شرب الماء، ويوم أمس قرار المحكمة الإسرائيلية ما هو إلا التفافا على قرار الإضراب لكسره من قبل الاحتلال وجهاز المخابرات. باعتقادي القرار الذي صدر من قبل محكمة الاحتلال هو تشريع للاعتقال الإداري ولجهاز المخابرات بممارسة كل الوسائل ضد الأسرى والمعتقلين. هذا اليوم كما تشاهد المئات في نابلس يشاركون بهذه الوقفة وهذه المسيرة تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام، مع أسرى سجن عسقلان الذين أضربوا عن الطعام هذا اليوم احتجاجا على ظروفهم الصحية الصعبة. شكرا لك رائد عامر مدير نادي الأسير. إذن هي وقفة تضامنية، والآن انطلقت مسيرة من هنا من ميدان الشهداء تجوب شوارع مدينة نابلس لتؤكد من جديد التفاف الجماهير الفلسطينية نحو القضية الوحدوية، قضية الأسرى الذين يتعرضون لأبشع الممارسات الاحتلالية. هذا مجمل ما حدث هذا اليوم في مدينة نابلس. شكرا لك زميل خليل أبو عرب، وكذلك الشكر لضيفك الكريم على هذه المداخلة، ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية على كرامي وطيب المتابعة. في نهاية إطلالة مراسلونا في الميدان
لهذا اليوم الذي أطلعناكم فيه بصحبة مراسلين على كل التطورات الميدانية وأبرز الفعاليات في المحافظات الشمالية والجنوبية حتى هذه اللحظة. وصلنا لنهاية هذه الإطلالة، هذه تحياتي وفريق العمل، وإلى اللقاء.